قال رحمه الله كان أشرف العلوم على الإطلاق كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. إذن مقصوده من هذا أن العلم علمان: علم اعتقاد وعلم أحكام. علم اعتقاد ما تعتقده في توحيدك لربك. القسم الثاني الأحكام العملية: الحلال والحرام. علم الاعتقاد كعلمك بأن الله واحد لا شريك له. أن الصلاة فرض وأن الوضوء واجب فرض لا تصح الصلاة إلا به، هذا علم الأحكام.